دكتور إبراهيم، السلام عليكم. وعليكم السلام. مبسوط جدا بوجودنا معاك النهارده. كابتن الله يكرمك. أنا حابب أعرف حضرتك برضو، الدكتور إبراهيم الشربيني هو الرئيس المؤسس لبروجرام أوف نانو ساينس في جامعة زويل، وهو برضو الرئيس لمركز أبحاث علوم المواد، وهو من أحد مؤسسي مدينة زويل، من الناس اللي في البداية خالص ومن مؤسسي مدينة زويل. دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك حبيبي. دكتور، يا ريت كنت تكلمنا اكتر عن النانو ساينس كفيلد والتطبيقات بتاعته والتأثير اللي ممكن يعمله في حياتنا بشكل عام. طيب، في البداية عشان نتكلم شوية عن النانو ساينس، هو طبعا علم جديد فلازم الناس تبقى عارفة يعني ايه نانو ساينس. عشان نعرف الأول يعني ايه نانو ساينس، محتاجين نعرف يعني ايه كلمة نانو. نانو دي كلمة لاتينية، أصلها لاتيني معناها قزم، بس في الحقيقة كلمة نانو أصغر بكتير جدا من القزم. نانو ده وحدة قياس بتشكل واحد من مليار جزء من المتر، أو بأسلوب أبسط لو تخيلنا عرض شعرة الرأس الواحدة محتاجين نقسمها 100,000 جزء عشان يبقى الجزء الواحد ده هو النانو. فالنانو ساينس هو عبارة عن علم حديث بيهتم بإنك تصغر حجم الأشياء والأجهزة إلى هذا المستوى الدقيق من القياس، وبالتالي بتتغير صفاتها طبعا للأحسن في الغالب طبعا، وتقدر تطوع هذه المواد بعد ما تحصل منها على صفات جديدة لأبليكيشنز جديدة ما كنتش تحلم في يوم من الأيام بيها. جميل. طبعا الفيلد نفسه بيتحرك في اتجاهات كتيرة جدا، يعني تقريبا ما فيش علم دلوقتي الا ما دخل فيه النانو، حتى الاثار والكيمياء والفيزياء وكل التطبيقات، وبالذات التطبيقات الطبيه، وحتى علوم الفضاء دخل في تصنيع المركبات الفضاء النانو، والصواريخ حتى بتطلع فيه. فعلم النانو علم متداخل مع كل العلوم، نقدر نقول عليه اداه جيده تكاد تكون اداه سحريه لاعاده ضبط الاشياء بشكل افضل. حلو جدا، حلو جدا، لتحسين حياتنا. وبرضه يعني ما ننكرش فضل النانو ساينس في التطبيقات الطبيه اللي ممكن يعمل ريفولوشن جامد جدا الفترات الجايه. جميل. وهو ما يطلق عليه علم او طب النانو اللي او النانو ميديسن يعني. جميل جميل. طب دكتور، احنا هنا في البروجرام بشكل عام، ايه يعني السب فيلدز الموجوده، وايه التركيز بشكل عام في البروجرام اوف نانو ساينس في الويب؟ احنا حاولنا في الاندر جراد بروجرام او البروجرام اللي بيعرض للمرحله الجامعيه ان احنا نركز على اربع اتجاهات رئيسيه، لان زي ما قلت لك علم النانو علم متداخل مع كل حاجه، فطبعا عشان استيعاب كل التخصصات ده يبقى صعب. فركزنا في المقام الاول على التطبيقات الطبيه لعلوم النانو اللي هو ما يسمى بالنانو ميديسن او العلوم النانو الطبيه، وفي عندنا نانو كيمستري، نانو فيزيكس، وهم بيتضمن اعاده صياغه البيزكس بتاع الكيمستري والفيزكس والكلام ده كله، بس وعارف دراستها على مستوى النانو. وفي عندنا كمان بايو نانو تكنولوجي، ده برضه فيلد رابع. بنحاول من خلالهم نخرج طلبه متميزين، طبعا التخصص لسه جديد، احنا بندعي ان البرنامج ده وقت ما انشاناه كان هو البرنامج الوحيد في العالم على مستوى الاندر جراديت، يعني كان برامج النانو ساينس كلها للدراسات العليا. واعتقد ان هو الحمد لله واخد يعني صداره كل الخريجين بتوعه، ايا كان تخصصه نانو ميديسن او نانو فيزيكس الى اخره، بيقدر يلاقي فرصه عمل كويسه جدا، او حتى انه يكمل دراسه او كمل دراسته عليا. لا بالعكس، بياخدوا منح كامله للحصول على ماجستير ودكتوراه في الخارج في كبريات جامعات العالم، ممكن حتى قبل ما ياخدوا شهاده البكالوريوس في الكليه. جميل جدا. طب لو انتقلنا يا دكتور للجانب العملي، السنتر بيبقى ايه البروجكتس اللي ممكن يكون شغال عليها، بعض البروجكتس اللي اتحققت ويكون ليها تطبيق يعني اثر على حياتنا بشكل ايجابي كبير؟ تمام. زي ما قلنا برضو ان النانو ساينس بروجرام تم انشاؤه في البدايه للاندر جراد ليفل، برضو يجب ان احنا طالما هنتكلم عن الجانب العملي وكده، يبقى لازم برضو نذكر ان البروجرام بيشمل كمان مرحله الدراسه العليا، مرحله الحصول على الماجستير والدكتوراه. جميل. والبرنامج الحمد لله دلوقتي يعني في عدد كبير جدا من الطلبه، وفيهم ناس خلصت اوريدي ماجستير ودكتوراه، عندنا عدد كبير خلص ماجستير ودكتوراه رغم ان هو بدا لسه ما بقالوش 4 سنين ولا حاجه. الدراسات العليا بتاعتنا بنهتم طبعا بالجانب التطبيقي اكتر، بالاضافه للكورسات العاديه طبعا في تخصصات النانو المتباينه، وبالتالي كان ده مرتبط ارتباط وثيق بالمعامل المجهزه بقى، تجهيز حديث بامكانيات عاليه جدا جدا، وده موجود في ما يسمى بمركز ابحاث علوم المواد اللي بأشرف فيه بادارته. المركز فيه دلوقتي حوالي 10 معامل مجهزه، ممكن هتبقى فيه فرصه تصوروها ولا حاجه.
المعامل دي كلها متباينة التخصصات ومتباينة الاتجاهات بقى. يمكن طبعا نقدر نقول معظمها الاتجاهات الطبية، لكن برضو في معامل خاصة ببعض البايلوت برودكشن أو الإنتاج على مستوى البايلوت لحاجات خاصة بالزراعة. في معامل خاصة بالاتجاهات بقى بتنقية توقيت المياه والكاتاليسز والحاجات دي كلها، لكن معظم المعامل موجهة أكتر ناحية التخصصات الطبية أو اللي إحنا بنطلق عليه النانو ميديسن. يعني النانو ميديسن بتحرك في ثلاث اتجاهات رئيسية. الاتجاه الأول اللي هو ما يسمى بالسمارت دراج ديليفري سيستمز، اللي هي ازاي نبعت الدواء تحديدا للمسيج الاماكن اللي فيها المرض. وطبعا ده ارتقينا فيه لمستوى عالي شويه، ان احنا لم نعد نكتفي حتى بتوجيه النسيج المصاب ولا حتى الخليه، لكن كمان بقى في عندنا شغل كتير جدا للسب اورجانيل اللي جوه الخليه. بنستخدم الكلام ده في اتجاهات كتيره جدا في امراض كتير زي الباركنسون وامراض اخرى. بنستخدمه طبعا مينلي في الكانسر تريتمنت بانواعه المختلفه، مع تركيز كبير جدا على اتش سي سي لانه منتشر في مصر جنبا الى جنب مع البريست كانسر، وده اللي بيشكل واحد من الاسباب الرئيسيه طبعا لموت الفيميلز للاسف الشديد المصاب بالكانسر يعني. وبرضو انواع الكانسر الاخرى بقى انكلودنج البروستيك كانسر والسيرفيكال كانسر والبرين كانسر، برضو عملنا في شغل كويس قوي ده. الاتجاه الثاني في الامبريلا ديت او تحت مظله النانو ميديسن هو ما يسمى بالتيشو انجينيرنج او هندسه الانسجه. وده عندنا دلوقتي معمل يعتبر المعمل الرئيسي او يعني اكبر معمل واول معمل مجهز للتيشو انجينيرنج في مصر الحمد لله. في بقى 3 دي برينترز وباي برينترز وحاجات زي كده بيضاف لكل فاسيتس الاخرى يعني. فده بنقدر نعمل بناء لانسجه جديده فروم ذا بيشنت سيل لاين او سيلز اوف ذا بيشنت هيمسيلف من خلايا المريض نفسه عشان تجنب الاميون ريجكشن والحاجات الثانيه. وبرده داخل تحت المظله بتاعه التخصص ده اللي هي بقى استحداث ضمادات حديثه ومبتكره وذكيه. دي ما شاء الله يعني في جوائز كبيره عليها بالظبط. دي وحتى الحمد لله حصلنا على عدد من براءات الاختراع الدوليه برده في الاتجاهات دي ما شاء الله، وعملنا منها اشكال كثيره جدا يعني تناسب الايه سواء مرضى السكر او حتى المرضى العاديين. وفي كمان حاجات بقى خاصه بالحروق والكلام ده كله تحت المظله دي. بنقدر نعمل بون ريجينيشن يعني اعاده تشكل العظم بتاع المريض لو عنده كسر او عنده حاجه او عنده كسر جامد او اخره. ده طبعا بيكون من الخلايا هو فبيطلع بس هو كلمه السر في الموضوع ده بيبقى دايما انك تصمم سكافولد او سقاله او تمبلت يعني باستخدام النان تكنولوجي بمواصفات معينه ومن مواد معينه، وبعدين تبدا تدعمها بالخلايا اللي جايه من المريض نفسه بحيث انها تحفز الخلايا على انها تنمو وتبدا بالزبط. انها تبقى انتجريتد بتحس ان هي بيحصل لها هومنج يعني بتحس ان هي بيتها فبتنشا وبتكون التيشو بشكل منضبط جدا. طبعا لما تيجي تحطه جوه المريض ما يبقاش فيه. دكتور يضحك برضو تقول لنا او يعني توجه نصيحة لأي شخص بيفكر ان هو يدخل في الفيلد بتاع النانو بس لسه طبعا بعد اللي سمعه دلوقتي وقديه ممكن يكون الموضوع فيه تأثير ايجابي على الناس وعلى حياتهم، فايه النصيحة الحقيقة بتوجهها لشخص بيفكر يدخل في الفيلد؟ اولا زي ما قلت كده فيلد واعد يعني هو one of the future fields، وهي مش مجرد فاشن وبتنتهي او موضة وبتخلص يعني. فعشان كده انا بقول ان احنا يعني دي فرصتنا كمصريين وكشباب واعي لسه وحابب يعمل حاجه وبلوه امباكتف على مستوى العالم مش بس كمان على مستوى مصر يعني، انه يحط رجله في فيلد زي ده. انا شايف ان دي اوبورتونيتي كبيره جدا انه يعمل حاجه وبلوه وزن يعني. وطبعا عشان ده يتحقق لازم يقرا كتير جدا يعني، يقرا كتير، يحضر ليكتشرز، حتى يدخل على اليوتيوب ويسمع حاجات كتير جدا من علماء على مستوى انحاء العالم كله بيتكلموا عن نانو ساينس الاخيره. ده ممكن يعمل فرق كبير جدا جدا كارير وايز على المستوى المهني بتاع الشاب ده. واعتقد يعني تجربه الهند ليست ببعيده لما هم بداوا يركزوا اكتر على الاي تي وعلى البروجرامنج والحاجات دي كلها بقوا اشطر بروجرامرز على مستوى العالم. اعتقد ان احنا لو مسكنا حاجه زي الفيلد ده وركزنا فيه قوي لا ممكن الشباب دول ان شاء الله تعليق محاضر جدا. شكرا معاك جدا دكتور، شكرا جدا لوقت حضرتك وللمعلومات القيمه. نورتنا. شكرا جدا. شكرا جدا. شكرا جدا.